واحد بيقول بالنسبة للعشور، هل أي مبلغ يتقاضاه الإنسان يجب يتخذ منه العشور، أم أخذ العشور من المرتب الشهري فقط؟ لا، كل اللي يجيلك تدفع منه العشور، مش إيراد. ربنا ما قالش إن العشور من المرتب الأصلي، بيقول العشور من المال اللي بيجيلك. فلو انك انت مثلا مدرس ليك مرتب بتدفع منه عشور، جات لك دروس خصوصية تدفع العشور بتاعتها. لو انت طبيب وليك مرتب لكن ليك عمل خاص غير الوظيفة بتاعتك، بيجيلك منه ايراد تدفع منه العشور. خلاصة الكلام، كل ما يأتيك من إيراد تدفع منه عشور. وبعدين بيقول خاصة إني أتقاضى مال كل يوم. طب يا أخي ربنا رزقك وبيجي لك مال كل يوم، تيجي تبخل؟ ما لو قلت ما فيش عشور هيقول لك ما فيش مال كل يوم، ما هي المسألة من هنا ومن هنا. ربنا رزقك وبيجي لك مال كل يوم وتقول ما فيش عشور،